بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة ليس عندي محاضرة، إنما هي كلمة من مسافر، والمسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، فكذلك يقصر الكلام. وإنما المقصود السلام والالتقاء بكم، وهذه الجامعة المباركة نرجو أن الله جل وعلا يمدها بالنصر والتوفيق والإعانة، وأن يعين القائمين عليها تحقيق أهدافها لتواكب أخواتها من الجامعات في هذه المملكة المباركة. وإنه ليسرنا كثيرا أن نرى من أبنائنا وإخواننا هذا الاحتفاء بطلب العلم وبحضور مثل هذه الجلسات، فإن العلم إنما يأتي بالتعلم وباللقاءات المثمرة، تلاقي بين العلماء، تلاقي بين الطلاب، تلاقي بين سائر الرعية، كله يثمر خيراً إن شاء الله، ويثمر التواصي بالحق، تواصي بالصبر، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا شك أن العمل للإسلام والعمل لهذا الدين يحتاج فيه مشقة عظيمة، يحتاج إلى صبر، والصبر لا شك أنه شاق على النفوس، ولكنه يسهل إذا تصورت ثماره ومنتجاته، فإنه يسهل عليك بإذن الله. هذه الجامعات في المملكة، ومنها هذه الجامعة المباركة، كلها تصب في ميدان واحد، وهو نفع المجتمع المسلم، سواء كان في المملكة أو خارج المملكة، فهي جامعة للمسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن مقرها ومكانها أخص بأن يكون أهله على أهبة الاستعداد وأهبة العمل وأهبة الاحتساب للأجر، فالجميع كلهم والحمد لله كلهم يتعاونون، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالأمور بالتعاون، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فنحن نتعاون في كل الجامعات وفي كل الجوامع وفي كل اللقاءات وفي كل الأمكنة، نتعاون إن شاء الله على البر والتقوى. وفي مقدمة ذلك طلب العلم، لنهيئ جيلا متعلما بإذن الله. فأساس العمل، أساس العمل هو العلم، فعلم بدون عمل كشجر بلا ثمر، وعمل بدون علم ضلال.
وعلم بلا عمل كما هي صفة اليهود، مغضوب عليهم، فاليهود مغضوب عليهم، وليس خاصا باليهود وإنما بكل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. ولهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من أولهم عالم لا يعمل بعلمه. فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم، فلا بد من العلم، وبعد العلم لا بد من العمل، وبعد العمل لا بد من إخلاص النية لله عز وجل. فهذه أمور يجب التنبه لها ويجب التنبيه عليها. وهذه الجامعات ولله الحمد تنتج خيرا لهذه البلاد ولغيرها، لأن هذه البلاد بالذات فيها قبلة المسلمين، فيها المسجدان، المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمسجد الثالث مسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي هو مسجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى هو مسجد الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فكلها مساجد أسسها الله وجل وعلا على أيدي أنبيائه، كلها مساجد للإسلام وللمسلمين إلى أن تقوم الساعة، تتبعها مساجد المسلمين في كل مكان، هذه فرع عليها. والحمد لله هذه مساجد الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنما يعمرها أهل الإيمان. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فلما كان العمل الصالح لا بد له من أساس وهو العلم النافع، فالعلم النافع لا يأتي إلا بالتعلم والتلقي، لا يؤخذ من الكتب، لا يؤخذ من المتعالمين، وإنما يؤخذ عن أهل العلم الراسخين في العلم. فهذا هو الأساس والمنطلق للجميع، أن نحرص على نشر العلم النافع في مثل هذه الجامعات وهذه الجامعة وغيرها من الجامعات، إنما أسست لهذا الغرض، لنشر العلم، العلم الديني في الأساس، ثم العلوم الأخرى التي يحتاج إليها المسلمون. المسلمون بحاجة إلى الطبيب، بحاجة إلى المزارع، بحاجة إلى كل من عنده خبرة في أمور الدين والدنيا. فلذلك أسست دور التعليم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فالعلم لا يؤخذ بالتعالم، ولا يؤخذ من المتعالمين ومن الجهال، ولا يؤخذ بالمطالعة، طالعة الكتب، إنما يؤخذ العلم عن العلماء المعروفين به، وينشر على الآخرين، لأنه هو أساس العمل وموجه العمل والقائد إلى العمل. فالعلم له مكانة عظيمة في حياة المسلمين، فلذلك يهتم به
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. هذا تعليم، تعليم عملي يبدأ من سن التمييز. الصلاة تحتاج إلى طهارة، الطهارة تحتاج إلى معرفة بأحكامها، وهذا هو الفقه في دين الله عز وجل. فالدين كله مؤسس على العلم النافع الذي جاءت به الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع لا يأتي إلا بالتعلم، والتعلم لا يكون إلا على أهل العلم الراسخين في العلم المعروفين به، فبذلك يحصل الخير وتنمو البركة في المجتمع. المجتمع الجاهل هذا سرعان ما يتفرق وسرعان ما يتطاحن فيما بينه، لكن إذا كان فيه علماء راسخون فإن هذا مما يثبت المجتمعات ويوصلها ويوجهها. ونحمد الله جل وعلا أن حكومتنا الرشيدة معتنية بهذا الأمر، وعرفت قدر العلم، ففتحت له هذه المدارس، هذه المعاهد، هذه الجامعات، إدراكا منها لأهمية العلم، وجعلت له ميزانية ضخمة، كل هذا لمعرفتها بحاجة المجتمع إلى هذا العلم، ومعرفتها بأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم من أهل العلم. فالحمد لله أن وفق حكومتنا لهذا المرفق الهام الذي هو أساس المجتمع ومنطلق الخير. ولكن الشأن فينا نحن، هل يكون عندنا همة، يكون عندنا رغبة نوجه أبناءنا، نوجه من تحت أيدينا إلى طلب العلم النافع وتعلم ما يعيننا على مهام الحياة في الدنيا والآخرة؟ هذا هو المهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه البلاد قائمة على الحق، راعية للإسلام والمسلمين، وأن ينشر الخير في جميع المعمورة، وأن يهدي لهذا الإسلام من يقوم به من مشارق الأرض ومغاربها. فهذا الدين ولله الحمد محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بحفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.